السلام عليكم. يقول أيضا: هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله، وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم، تضييعها هذا كفر مخرج من الملة. تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها، ترك صلاة الجماعة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو وسيلة إلى ترك الصلاة. الواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة، حتى يبرأوا من النفاق، وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا. نعم.